النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. النهار اليوم بدأت المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية الاعتيادية. هذا المنخفض الجوي كان مسبوق بجبهة هوائية باردة سريعة عبرت المملكة خلال ساعات الليلة الماضية. هطل الزخات من الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة، سرعان ما ابتعدت هذه الجبهة الهوائية الباردة وحل محل الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي. خلال ساعات نهار اليوم سادت أجواء نوعا ما مستقرة في أغلب مناطق المملكة. تدريجيا عادت فرص الأمطار للمنطقة الشمالية، ثم لاحقا ستمتد هذه الأمطار نحو المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية مع بدء عبور مركز هذا المنخفض الجوي. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول ابتعاد المنخفض الجوي اعتبارا من يوم غد الجمعة، ولكن يبقى الطقس بارد خلال يوم الجمعة بسبب الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي واقتراب منخفض جوي جديد اعتبارا من الأسبوع القادم. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. هذه الجبهة الهوائية الباردة التي عبرت خلال الليلة الماضية ابتعدت خلال ساعات النهار، حل محلها أجواء مستقرة نوعا ما، غيوم من النوع المنخفض انتشرت في عموم المناطق كانت بدون فعالية. سرعان ما بدأت هذه الغيوم في عرض البحر بالتقدم نحو المملكة، بدأت بالمنطقة الشمالية مع ساعات ما بعد الظهيرة، ثم لاحقا ستمتد نحو المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وبالتالي يتجدد هطول الأمطار خلال ساعات الليل. نتحدث الآن عن الأمطار وتوزيع الأمطار المتوقعة اعتبارا من هذه الليلة، أي ليلة الخميس على الجمعة وحتى يوم الأحد. تتحسن فرص هطول الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات الليل بسبب بدء عبور مركز المنخفض الجوي فوق الأراضي السورية، وبالتالي تندفع كل تلك الغيوم الماطرة من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. تستمر فرص الأمطار خلال ساعات صباح يوم الجمعة، لكن يبتعد هذا المنخفض الجوي خلال يوم الجمعة تحديدا خلال ساعات ما بعد ظهيرة يوم الجمعة. تتراجع فرص الأمطار مع بقائها بشكل محدود ومتفرق في المنطقة الشمالية. يميل الجو للاستقرار نوعا ما خلال ساعات ليل الجمعة للسبت وخلال يوم السبت مع اقتراب لمنخفض جوي جديد آخر يتمركز فوق جنوب غرب تركيا، يدفع بكمية من الغيوم الماطرة نحو سواحل سوريا ولبنان وشمال فلسطين. تتأثر به المملكة بشكل محدود تحديدا المنطقة الشمالية اعتبارا من يوم الأحد، حيث تصبح الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار. هذا المنخفض الجوي سيبقى بعيد عن المملكة، أي مركز هذا المنخفض الجوي سيبقى بعيد عن المملكة، وبالتالي تأثيراته لن تكون بشكل قوي أو مباشر في عموم المناطق، ستكون الأفضلية للمنطقة الشمالية بإذن الله. نذهب الآن لتوزيع درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبقى المملكة تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي الذي نتأثر فيه حاليا. درجات الحرارة تبقى كما ذكرنا باردة، طقس شتوي على خلاف الأيام الماضية التي عشناها حيث كان الطقس مائل للربيع أكثر، وبالتالي درجات الحرارة ستكون حول معدلات مثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل، لكن درجات الحرارة تنخفض أكثر خلال ساعات الليل، وبالتالي يسود طقس بارد بشكل لافت خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال ساعات الليل، بارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار. هذا الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتحسن فرص هطول زخات الأمطار، حيث يكون الطقس غالبا غائم مع فرصة لزخات من الأمطار. 8 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا الملموسة، 5 درجات الرطوبة مرتفعة حوالي 95%، والرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة. توقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة يستقر مؤقتا الطقس، طقس غائم جزئي 12 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 5 درجات، يوم السبت 12 إلى 8 درجات، يوم الأحد تصبح الرياح نشطة مع اقتراب لمنخفض جوي من المنطقة 12 درجة مئوية، أما ليلا تصبح الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات من الأمطار مع 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.